رد الفعل عندك في البيت يا محمود بعد ما مضيت للنادي الاهلي؟ يعني انا عايز اعرف كده، نروح الاول للعيله، والدك ووالدتك، وبعديها عايز اعرف رد فعل زوجتك. انت طبعا متزوج وعندك ملك ربنا يبارك لك فيها، لكن غريبة انت عندك ولاد، رحت انت مخلف بنت. يعني هي اول بنت في العيله، ما اخويا محمد متجوز وعنده محمود برضه، مسمي محمود. طب ايه رد فعلهم؟ ايه كان رد فعل الوالد، رد فعل الوالده، اخواتك؟ مين كان اكتر واحد مبسوط ليك وكان شايف ان انت هو ده الوقت المناسب ليك في ان انت تنتقل للنادي الاهلي؟ والله كلهم فرحانين طبعا بانتقالي للنادي الاهلي، اذا كان والدتي او والدي او اخواتي او زوجتي، كلهم فرحانين بانتقال النادي الاهلي، واحب طبعا اشكرهم جدا، وان شاء الله اسعدهم كلهم وربنا يخليهم ليا. واحب طبعا اشكر اهلي القريه بتاعتي على الاحتفال اللي هم عملوه لي، وكلهم باركولي، وان شاء الله يعني اقدر اسعدهم كلهم. انا عايز ابشر زوجتك بحاجه بقى، بعد ما رحت النادي الاهلي عايز اقول لها ان انت مش هتشوفي محمود خالص. يعني خلاص، معسكرات افريقيا، معسكرات دوري، ربنا يكرمك بالمنتخب. هي عارفه الكلام ده، هي عرفت خلاص، جهزت نفسها الفتره الجايه طبعا. يعني بتكون او اي لاعب في النادي الاهلي بيكون عنده اشغال شقه، بيكون يعني تمرين، معسكرات، فبيبقى في مشاكل دايما بين اللعيب الاهلي وعيلته وزوجته. هي مستوعبه الكلام ده، الموضوع مختلف عن المخاصه. المخاصه كنت كل يوم بتروح ويوم في الاسبوع عندك معسكر قبل ليله الماتش، دلوقتي الموضوع اختلف تماما. هيبقى عندك ثلاث، يعني هو في الاسبوع عندك ثلاث ماتشات، هتروح لها يوم واحد في الاسبوع. لا طبعا زوجتي طيبه جدا، ويعني متفاهمه الوضع اللي الواحد فيه، وان شاء الله يعني اقدر يعني اسعدها وربنا يخليها لي يا رب، وهي وملك، وان شاء الله يعني اقدر اسعدهم ان شاء الله يعني.